لقاء سويدان. اسم فني يحمل في جعبته الكثير من الطموحات، فقد استطاعت أن تكتب في تاريخها الفني بموهبتها الفنية أهم الأعمال الدرامية مع كبار النجوم. منذ طفولتها قررت أن تصبح نجمة، وبالفعل مشت بخطوات ثابتة حتى تألقت واستطاعت أن تثبت موهبتها أمام الكاميرا بعد أن اشتركت في أعمال فنية ناجحة ومهمة في تاريخ الدراما والتلفزيون. ولكن أثناء مسيرتها الفنية مرت عليها أزمات ومحاكم وتهديدات بالقتل ومصائب أخرى، فتوقفت قليلا حتى استعادت نجوميتها. اليوم ومن خلال تقريرنا التالي سنتحدث عن الفنانة لقاء سويدان. سنتحدث عن حياتها الفنية وحياتها الشخصية والتي كانت مليئة بالمشاكل والأزمات، لذا تابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولدت لقاء يحيى والمعروفة بلقاء سويدان بمحافظة القاهرة في 15 أغسطس عام 1972 من أب لبناني وأم مصرية. أحبت الفن منذ صغرها وأقنعت الجميع بموهبتها، وبالفعل دخلت عالم التمثيل باكرا، حيث ظهرت كطفلة مع الفنانة سعاد حسني والممثل الراحل أحمد زكي في مسلسل حكايات هو وهي. وبعد أن أثبتت قدرتها التمثيلية شاركت بالغناء والتمثيل في عدد من برامج ومسلسلات الأطفال، وذلك في الفترة ما بين 1983 إلى 1990. وأثناء ذلك حصلت على الثانوية الموسيقية من معهد الكونسرفاتوار، ودرست الغناء والعزف على آلتي البيانو والكونترباس. التحقت بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد تخرجها في عام 2000 أجرت دراسات عليا في مجال إخراج المسرح الموسيقي. وبعد أن نضجت فنيا شاركت في أكثر من عمل بأدوار بسيطة، فظهرت في فوازير عالم ورق مع الفنانة نيلي، ومسلسل رأفة الهجان الجزء الثاني، ومسلسل مطلوب عروسة. وفي عام 1992 شاركت بالجزء الثالث من مسلسل رأفة الهجان. وبعد أن توالت الأعمال والأدوار عليها قدمت أعمالا كبيرة نسبيا ثم أدوار البطولة الثانية، حتى استطاعت أن تحجز لها مكانا بين نجوم الدراما، فقدمت مجموعة من الأعمال المتنوعة ما بين التلفزيوني والمسرحي وأيضا السينمائي، ولكن نصيب الأسد كان للدراما المصرية. ومن ضمن هذه الأعمال العطار والسبع بنات، امرأة من الصعيد الجواني، رجل غني فقير جدا، علي مبارك، السيرة العاشورية، قاتل بلا أجر، خلف الله، القاصرات، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، لا أحد ينام في الأسكندرية، عائلة الحاج نعمان، والبيت الكبير. وقدمت أيضا مسرحيات أهلا يا بكوات، زكي في الوزارة، ملك الشحاتين. إضافة إلى التمثيل خاضت لقاء سويدان مجال الغناء، حيث أصدرت في العام 2009 أول ألبوم غنائي لها بعنوان فرحة حياتي الذي ضم 10 أغاني، وقامت أيضا بالبطولة الغنائية في أوبريت مصر إرادة ونصر في إطار الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر بمشاركة الفنان علي الحجار. كانت تلك جوانب من مسيرتها الفنية. أما حياتها الشخصية والتي مرت بالعديد من الأزمات، فكانت بدايتها عندما تزوجت من الفنان المصري أمين أحمد أنور، وأثمر هذا الزواج عن ابنتهما جومانا والتي سلكت طريق والديها وقدمت أولى أعمالها الدرامية في مسلسل ضد مجهول. إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانفصل. بعد ذلك رفعت لقاء سويدان دعوة نفقة ضد طليقها أنور لامتناعه عن الإنفاق على ابنتهما، ثم تقابلت مع الفنان حسين فهمي في كواليس مسرحية أهلا يا بكوات، ثم التقيا مرة أخرى في مسرحية زكي في الوزارة، حيث عاش قصة حب شهد عليها جميع أبطال العمل. وبعد انتهاء المسرحية مباشرة أعلن حسين فهمي زواجه رسميا من لقاء سويدان في عام 2007، وأقيم حفل زفافهما على متن الباخرة التي يمتلكها فهمي. عاشت لقاء سويدان حياة سعيدة مع زوجها الذي يكبرها بـ20 عاما، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي العام 2012 انفصلا. ولكن امتنع فهمي عن سداد نفقتي المتعة والعدة لزوجته، فنشبت بينهما خلافات في المحاكم، وأنصف القضاء لقاء سويدان
وحصلت على حكم يلزم فهمي بدفع 720 ألف جنيه. وفي سياق آخر صرحت لقاء سويدان أنها تلقت تهديدات بالقتل وبخطف ابنتها الوحيدة إذ لم تتراجع عن مقاضاتها لحسين فهمي بعد أن قام شخص بالاتصال بها هاتفيا وقال لها: لو ما رجعتيش عن اللي في دماغك حياتك هتكون التمن أو خطف بنتك. وفي عام 2014 كان مقتل شقيقها أثناء تصويره من نافذة شقته مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أشار أحدهم لقناص بالتصويب عليه وفق ما أوضحت لقاء سويدان، فتلقى رصاصتين فقد على إثرهما حياته. عزيزي المشاهد، هل ترى أن لقاء سويدان ذات حظ سيء؟